يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، آمل من فضيلتكم أن يوضح لنا الفرق بين قوله أول ما خلق الله القلم بالنصب وبالرفع، وما الذي يترتب على ذلك عند الفلاسفة؟ أول يصير مبتدأ، وأما أول معناه الظرفية، أن الله حينما خلق العقل قال له خاطبه، حينما خلقه خاطبه، وليس معناه أن العقل هو أول المخلوقات، وإنما من أول ما خلقه خاطبه بهذا الكلام. هذا فرق عظيم. نعم.